السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم بعنوان أجاروس جول إلكتروفوريسيس، اللي هو الترحيل الكهربائي بواسطة الأجاروس. راح ناخذ الباك جراوند اون أجاروس جول إلكتروفوريسيس. الأجاروس جول إلكتروفوريسيس ممكن تعريفها ببساطة، هي عبارة عن تقنية جزيئية از مولكيولار تكنيك او ميثود تو سيباريت دي ان اي اور ار ان اي مولكيول باي ذا سايز. هي عباره عن تقنيه تستخدم لفصل جزيئه الدي ان اي او الار ان اي معتمده على ذلك بالسايز اللي هو الحجم، حجم كل من الدي ان اي او الار ان اي. وكذلك ايضا تعتمد ايضا هذه التقنيه بالدرجه الاساسيه على التشارج اللي هو النيجاتيفلي تشارج. احنا بالمحاضرة السابقة ذكرنا بأن شحنة الـ DNA هي شحنة سالبة، وهذه الشحنة السالبة أتت من بوجود الفوسفيت جروب بالنيوكليوتيد، وبالتالي أيضا يعتمد على النيجاتيفلي تشارج بتسليط الإلكتريكال فيلد اللي هو المجال الكهربائي. وايضا يعتمد ايضا على الشورتر مولكيول، كل ما كانت حجم الدي ان اي او الار ان اي قصير كلما ترحلت بموف فاستر اند ميجريت فاستر ذان لونجر وانز. ايضا كل ما كانت جزيئه الدي ان اي او الار ان اي قصيره كلما كانت سريعه بالترحيل الكهربائي، والهجره تكون سريعه جدا. واي الكتروفوريسيس؟ ليش نستخدم هذه التقنيه؟ احنا ذكرنا اولا لفصل الدي ان اي عن بعضها البعض الاخر، هاي واحده، وذكرنا باستخدام تسليط تيار كهربائي، وايضا يعتمد على الحجم والشحنه، وكذلك ايضا على المولكيولار ويت لجزيئه الدي ان اي او الار ان اي. وايضا ثانيا لتحديد السايز اوف دي ان اي فراجمنت to determine the size of DNA fragment، حتى نحدد حجم قطعة هذه الـ DNA. وأيضا تستخدم to determine the presence or amount of DNA. وأيضا تستخدم هذه التقنية لتحديد وجود أو عدم وجود الـ DNA أو كمية DNA. وأيضا تستخدم to analyze restriction digestion product، أيضا لتحديد الإنزيمات القاطعة. كما ذكرنا بأن هذه التقنية تعتمد أو الهجرة الدي ان اي تعتمد على عدة عوامل، من ضمنها قلنا اللي هو السايز، كلما كان جزيئة الدي ان اي أو الار ان اي قصيرة كلما كانت سرعة الترحيل الكهربائي فيها سريعة. أيضا التشارج، شحنة الدي ان اي السالبة أيضا يعتمد على الهجرة الشحنة السالبة إلى الجزء الموجب. وأيضا الشيب، أيضا الأشكال الدي ان اي قد يكون مثلا السيركولر يختلف عن ترحيل باللينر، واللينر يختلف عن الأوبن سيركولر، والأوبن سيركولر يختلف عن نيك، وهكذا ببقية أشكال الدي ان اي. ما هي متطلبات هذه التقنية؟ Material required for agarose gel electrophoresis. أولا electrophoresis chamber اللي هي هذه اللي هي الالكتروفوريسيس تشامبر اللي نوضع بها الاجاروز، وايضا نخلي بها البفر بهذه الغرف، وايضا اجاروز جل، ويحتاج ايضا يحتاج جل كاستنج تري، هذه الجل كاستنج تري اللي نخلي بها او نوضع بها البفر الاجاروز عفوا، والرننج بفر ايضا يحتاج الى بفرات منظمات البي اتش، وايضا يحتاج الى صبغات ستيننج ايجنت داي وكومب اللي هو المشط، والدي ان اي لدر اللي هو مقياس لحجم جزيئه الدي ان اي المراد دراستها، وايضا السامبل تو بي سيباريت. احنا ذكرنا بان بعد عمليه البي سي ار بوليمريز تشين رياكشن، بعد التفاعل ناخذ هذه العينه الدي ان اي ونسوي لها الترحيل الكهربائي حتى نشوف حجم او وجود وكميه الدي ان اي. هذا التشامبر اللي هو عباره عن غرف، وهنا يوضع هذا التري، هنا تضع، وهذه الغرف عباره عن غرفتين تضع بها البفرات. هذه البفرات مهمه جدا، ان شاء الله راح نشرحها في هذه المحاضره. ايضا كذلك هذا التري اللي نضع به نصب به الاجاروز، ايضا هذا الكمب اللي هو الامشاط، وهسه راح ناخذ الامشاط واحجامها. ايضا راح نجي الى وات از اجاروز
الأجاروز هو عبارة عن سكر، وها سكر كربوهيدرات بوليمر، عبارة عن سلسلة من الكربوهيدرات، وهذه مستخلصة من السيويد الطحالب الحمراء. هذه الأجاروز عبارة عن مادة تقتل يعني تحوي على سبيشال بورز، هذه البورز يمر من خلالها الدي ان اي، وبالتالي تستخدم للترحيل الكهربائي. Concentration of agarose used، التراكيز الأجاروز المستخدمة بالترحيل الكهربائي هي تقريبا من 1، 1.5 و2 اللي هو التركيز المستخدم والشائع بتركيز الأجاروز. النوع الثاني اللي هو البفر من متطلبات الالكتروفوريسيس اللي هو الترحيل الكهربائي. ايضا لترحيل الدي ان اي هناك نوعين من البفرات الشائعه والمستخدمه في هذا الترحيل، الا وهي تي بي اي اللي هو ترسبوريت دي تي اي ويكون 1x، وهذا يستخدم لسمول دي ان اي فراجمنت يفصل القطع الدي ان اي الصغيره. اما بالتي اي اي اللي هو ترس اسيتيت اي دي تي اي ايضا 1x ويستخدم لللارج دي ان اي فراجمنت. اذا البفر مهم جدا بعمليه الترحيل الكهربائي، اولا موصل جيد للتيار الكهربائي، يحافظ على المسار التفاعل الكهربائي للدي ان اي، ويحافظ ايضا على البي اتش التفاعل بالجيل الكتروفوريسيس. فبالتالي عندنا نوعين من البفرات اللي هو تي بي اي اي والتي اي اي حسب الاستخدام. فمثلا انت مثلا عندك سمول دي ان اي فراجمنت تستخدم تي بي اي، او مثلا عندك لارج دي ان اي فراجمنت تستخدم تي اي اي. اما ايضا بالترحيل الكهربائي يحتاج الى الاثيديوم برومايد، هذه الصبغه مهمه جدا، ولكن ايضا هذه الصبغه عباره عن فلورسن داي، صبغه متالقه، لاحظ كما في الشكل تحدد لنا شكل، تحدد لنا ايضا وجود الدي ان اي لما فيها من لها القابليه على التفاعل وتدخل بتوين بيسز اوف نيوكليك اسيد ويعطينا هذا التالق. يعني الاثيديوم برومايد مهمه، صبغه مهمه جدا تدخل بالتراكيب بين القواعد النيتروجينيه للدي ان اي ويعطينا فلورسنت داي، هذا التالق، لاحظوا كما في الشكل. هذه الصبغه مهمه جدا، ولكن ايضا تكون سامه ومسرطنه، فبالتالي عند العمل على هذه الصبغه يجب ان تاخذ الحذر والحيطه من هذه الصبغه، لانها صبغه سامه ومسرطنه ايضا. Another staining of DNA ممكن اكو يعني بديل عن الاثيديوم برومايد، نعم اكو ممكن طرق اخرى الالترناتيف او فور اثيديوم برومايد، ممكن نستخدم الميثيلين بلو، سايبر سيف، جزايلين سيانول، والبرومو فينول بلو. هذه الصبغات الاربعه تقريبا ايضا تكون اقل خطوره وايضا من الاثيديوم برومايد، ويمكن استخدامها بالترحيل الكهربائي. المتطلب الثالث الكومب اللي هي الامشاط، هذه الامشاط هي عباره عن شنو، تكون لنا الويلات اللي هو الحفر اللي نخلي بها عينه الدي ان اي بعد صب الاجاروز، بعد ما يصلب الاجاروز نقدر نزيل هذه الامشاط وتكون لنا الويل دي ان اي في الترحيل الكهربائي على الاجاروز. المتطلب الاخر من الجل الكتروفوريسيس الا وهو الدي ان اي ليدر، الدي ان اي ليدر ستاندرد، هذه الدي ان اي ليدر هو عباره عن دي ان اي مستخلص من فاج، وهذا يكون معلوم التركيز، ويكون احجامه من 100 الى 200 300 400 الى 12000 بيس بير. هذه القطع معلومه الاحجام ومعلومه الوزن الجزيئي، فبالتالي هذه راح كانما ستاندر حتى نحدد الاحجام الدي ان اي المستخدمه، العينه المستخدمه في البحث. فبالتالي هذه عباره عن معلومه الاحجام وتكون متفاوتة بالطول اللي من 100 الى 12000 بيس بير، وبالتالي هذه تحدد لنا تو ايزي تو ديتيرماين ذا سايز اوف الانون دي ان اي بالباحث. ستيبس اوف جل اجاروز جل الكتروفوريسيس، اولا راح نسوي ميكس الاجاروز اند البفر، اولا نصب الاجاروز هو عباره عن باودر ونذوبه بالبفر، بعد ذلك نخليه بالمايكروويف حتى يذوب تماما،
ويصبح عندنا محلول يعني ما بي شوائب او ما بي كتل، وهذه الكتل تؤثر على حركة جزيئة الدي ان اي. بعد ذلك كان التركي يبرد في الخطوة الثالثة اللي هم درجة 65 درجة سيليزية، ونصبه بالتري. ونصبه بالتري راح نضع المشط اللي هو الكومب في هذه الخانات حتى يكون لنا الويلات. بعد ما يصلب افتر جل سوليد فاي بدرجة حرارة الغرفة، نزيل هذه الامشاط. بعد ذلك نحضر جزيئة نحضر العينة الدي ان اي بعد عملية الترحيل الكهربائي، ونخليها بهذه الويلات، وأيضا نخلي اللدر أيضا بهذه الويلات. بعد ذلك راح نسوي نخلي التيار الكهربائي، يعني نسلط التيار الكهربائي، ولا ننسى نخلي شحنة الدي ان اي بالجزء السالب حتى يكون حركته من السالب إلى الموجب. بعد الترحيل، بعد ما سوينا التيار الكهربائي، هسه راح نشوف بعد ساعة أو ساعة ونص تقريبا راح نشوف جزيئة الدي ان اي باليو في لايت، كيفية يعني رؤية الدي ان اي باليو في لايت كما في هذا الشكل. احنا هاو فاست ويل ذا دي ان اي ميجريت، كيفية الهجرة. احنا لما وضعنا الدي ان اي بي الويل اللي كوناه المشط على الاجاروس، راح نخلي الدي ان اي بهذه الحفر ونخلي اللدر. الدي ان اي شحنته سالبه، فنخليه بالجزء السالب حتى يتحرك لنا بالجزء الموجب، وهذا يعتمد على التيار الكهربائي، وهذا ايضا يعتمد على الشحنه ويعتمد على الحجم. كل ما كان سمول كل ما كانت الهجره اسرع من اللارج دي ان اي، جزيئة الدي ان اي. لاحظ هنا هذا بالالكتروفوريسيس تشامبر، لاحظ الدي ان اي كيفية حركته من النيجاتيف الى البوزيتيف بهذا التشامبر. لاحظ يقول لك البفر المستخدم لازم يكون يغطي الاجاروز بجد بالواحد مليمتر، بواحد مليمتر. ليش؟ لان هذا ايضا له قابلية على التوصيل الكهربائي، ويساعد الحجرة الدي ان اي من الجزء السالب الى الجزء الموجب، ويحافظ على بيئة التفاعل. Visualizing the result، كيفية رؤية الدي ان اي تحت اليو في. احنا نعرف صبغة الاثيديوم برومايد لها القابلية على التألق والامتصاصية باليو في بالجهاز اليو في، فبالتالي لما نسلط عليها اليو في راح تطلع لنا هذه الاشكال. راح نشوفها هسه كما موضح في هذا الشكل. لاحظ هذا اللدر اللي هو المعلوم الوزن الاحجام او الوزن الجزيئي اللي قلنا استخلص من الفاج، وهذه ايضا هذه قطع الدي ان اي فراجمنت المفصوله اللي تنتقل من الجزء السالب الى الجزء الموجب، وهذه حجم اسعه حجم الدي ان اي قد هذا تقريبا 180 او 180 او 190 بيسبر، وهذه ايضا حركه الجزيئات الدي ان اي. لاحظ هذه الصوره، هذا اللدر وهذه الدي ان اي برودكت الناتج من عمليه الترحيل الكهربائي. صوره اخرى راح نشوفها للترحيل الكهربائي، ايضا هنا هذه الدي ان اي العينه اللي اخذناها بعد التفاعل البلمره البوليمريز تشين رياكشن، وبالتالي رحلناها بهذا الاجاروز بالاجاروز، وهذا ايضا اللدر. هذا اللدر دائما يكون معلوم الاحجام وغيره. ايضا صورة اخرى للدي ان اي بعد الترحيل الكهربائي، هذا حجم الدي ان اي العينة او السامبل الباحث، وهذه يكون احجام معلومة من اللدر. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم الاستفادة والتوفيق، مع الشكر الجزيل.